السلام عليكم متتبعات ومتتبعي قناة طوب سهام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير كيف العادة، ويلقاكم هاد لا فيديو في أحسن الأحوال، وتكونوا كدوزوا الأيام الأولى من سيدنا رمضان على خير وبخير إن شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا فاحنا اليوم غادي نوجدوا إن شاء الله عجين بيتزا ناجح إن شاء الله، رطب وكيجي غزال، وكنتمنى ينال اعجابكم. كيف ما غادي تشوفوا معايا فاحنا غادي نحتاجو في العجين ان شاء الله واحد بيضة، غنحتاجو شوية ديال الملح مع شوية الزعتر، قبيصة قبيصة، عندي واحد ربيع ديال معلقة صغيرة ديال الخميرة الفورية، وعندي واحد البيكين باودر ديال 8 غرام، عندي جوج زليفات كيف ما كتشوفوا ديال الدقيق اللي غربلته من قبل، غادي نحتاج زيت زيتون او ممكن نعوضه بزيت نباتيه، والحليب والخل. هتشوفوا الطريقه كيفاش غادي نستعمل الزيت والبيض والخل، عفوا زعما ديك البيضه هي باش غادي نعبر الزيت والحليب والخل ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا فانا غادي ناخذ الدقيق اول حاجه، كيف ما قلت فانا غربلته من قبل، كنزيد هاد الخمارة ديالي، الخمارة ديال الحلويات من فئة 8 غرام، كنزيد شوية ديال الخميرة الفورية، شوية ديال الملح مع الزعتر. بالنسبه للبيضه فانتم غادي تشوفوا كيفاش غادي نفتحها، غادي نفتحها غير من واحد جهه من الفوق باش نعبر بها المكونات السوائل اللي كيبقاو لينا، وهكا كيكون العبار مضبوط وكيكون العجين ناجح 100%. صافي كناخد ديك البيضه كنعمرها بزيت زيتون، ممكن كيف ما قلت ندير زيت نباتيه، انا كنفضل ندير زيت زيتون. غادي نزيد نعمرها واحد المره بالخل، صافي غادي نعاود نعمرها بالحليب كيف ما كتشوفوا. فصراحه العجين سهل جدا، وكاين بزاف ديال الانواع ديال العجين ديال البيتزا كيف ما كنعرفوا، يعني كل مره ان شاء الله غادي نحاولوا نبدلو في العجين، لكن كتبقى هذه هي الطريقه المعتمده عندي، كتكون صراحه ناجحه وكتجي رطبه ومقرمشه في نفس الوقت. فانا كنجمع العجين كيف ما كتشوفوا، كنحاول نخلط كاع المكونات حتى كينسجم ليا الدقيق مع دوك المكونات، وكنزيد شويه ديال الماء. فبالنسبه للماء راه ما كنستعملش بزاف، غير واحد شويه، حيت تقريبا دوك السوائل كيكونوا جمعوا لي العجين كيف ما كتشوفوا، فانا ما غاديش نزيد بزاف ديال الماء، تقريبا واحد الكاس صغير. كنكمل بحال هكا، من بعد كنحاول ندلك العجين ديالي واحد 5 دقائق فقط، يعني ما كتاخدش واحد الجهد كبير، يعني واحد 5 دقائق فهي كافية. من بعد ما دلكت العجين ديالي كيف ما كتشوفوا فهو كيبقى على هذا الشكل، كتجي رطبه ماشي مرخيه في مره وماشي قاصحه، يعني متوسطه. فانا هاد العجين غادي نقسمه على 4 ديال الكويرات، يعني باش نصاوب واحد 4 ديال البيتزات ان شاء الله. صافي كنقسم العجين كنديرو على هاد الشكل حتى كنحصل على كويره بحال الشكل ديال الخبز هكا. صافي كنكمل بنفس الطريقة، يعني هاد الكمية اللي درت انا كيف ما كتشوفوا فهي كتخرج ليا 4 ديال عجين البيتزا، يعني ممكن نزيدو وممكن نقصو، يعني كيبقى لكم الاختيار. صراحة انا كنفضل ندير واحد الكمية لا بأس بها، وكنحتفظ بها في المجمد باش كتبقى كتجي هكا سهلة. صافي فانا غاديه نغطيها بالبلاستيك الغذائي ونخليها ترتاح واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق، المهم كل ما ارتاحت كل ما كتكون سهله في التليق ديالها.
فأنا غادي نخليها ترتاح ونعاود نتلاقاو. من بعد ما ارتاح العجين ديالي كيف ما كتشوفوه، فأنا خديت شوية ديال الدقيق، وأنا استعملت هنا الفينو، يعني ممكن نستعملو غير الدقيق العادي الرطب، لكن الفينو كيساعد صراحة، وكتجي كتكون العجينة مرتاحة مرتاحة، وفاش كنرش ليها داك الدقيق ديال الفينو كتساعدني في الطليق. المهم انا كنفضل نستعمل الفينو. صافي، فانا كنطلق العجين كيف ما كتشوفوا معايا. دائما سطح العمل خاصني نرشه باش العجين ما كيلصقش ليا. العجينة كتكون حساسة مع رطبة وكتكون خفيفة، يعني خاصني مرة مرة نقلب ونرش شوية ديال الدقيق. فانا كنبقى كنطلقها حتى كنحصل على واحد دائرة اللي كتكون متوسطة الحجم. كنحاولوا شوية جناب، ما نرققش جناب بزاف باش فاش تكون كطيب يعني ما كيتحرقوش ليا جناب. كنحاول نحتفظ شوية على جناب، وكنحركها بهذه الطريقة باش كتزيد تطلق. كيف ما كتشوفوا العجين فهو كيساعدني، يعني ما كنلقاش مشكل في العجين. فأنا غادي نعاودو بنفس الطريقة، نعاودو نطلقو إن شاء الله ونكملو حتى الأخير. بالنسبة للناس الجداد اللي معايا، فأنا كنقول لكم مرحبا بكم. إلا كنتو كتشوفوا القناة ديالي أول مرة وهاد لا فيديو، ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد إن شاء الله. والناس اللي معايا، فأنا كنقول لكم شكرا بزاف على المشاهدة ديال كاع لي فيديو اللي كنزل، وعلى التعاليق الجميلة وعلى التشجيع ديالكم. فأنا كنقول لكم شكرا بزاف، وكنتمنى الى عجبكم هاد لا فيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع كاع الاصدقاء ديالكم. كيف ما كتشوفوا كنكمل بنفس الطريقه، كنحاول نجمع شويه جوانب ديال العجين وصافي وكنكمل. فانا كنزلهم في واحد اللاطه او الصينيه اللي كتدخل الفرن، كنكون دهنتها من قبل بشويه ديال الزيت صافي وكننزل فيها. انا سبق ليا وجدت معكم البيتزا السائله، لكن اكيد غادي نعاودها ان شاء الله، حيت عاودوا سولوني ليها بزاف ديال الناس، ونحاول ننزلها بطريقه مختلفه حتى هي كتجي سهله وسريعه. بحال هكا الا كنا مزروبين ما نحتاجوش عاد نعجنو وداك الشيء، كتكون صراحه البيتزا السائله حتى هي كتجي زعما شكل واحد اخر ومذاق واحد اخر. يعني انتما كتشوفوا معايا هاد الكميه ديال العجين، فهي كتعطينا 4 ديال الوحدات، زعما راه كميه لا باس بها، وكتخرج لينا دوك 4 راه مزيان صراحه. انا صراحه غادي نحتفظ بهم ان شاء الله في المجمد، والمره الجايه غادي نعاود ان نكمل معاكم البيتزا فاش غادي نعمرها. غادي نشوفوا الحشوه ديال البيتزا ان شاء الله اللي غادي تكون بطريقه جميله اكيد، وكنتمنى تعجبكم. فتقريبا انا سليت العجين ديالي كيف ما قلت. صافي، انا غادي ننزلو في الصينيه اللي كتدخل الفرن، وما نساوش ندهنوها بشويه ديال باش العجين ما كيلصقش. قلتها في الصينية خليها هنا فين كاين السر، انني كنخليها 10 دقائق ترتاح وعاد كندخلها للفرن. العجين فانا خديت واحد الفرشات وتكيته كامل ودخلته للفرن. كيف ما كتشوفوا فهو كيجي على هذا الشكل، خفيف ورقيقه وكتجي رطبه بزاف. كنتمنى هاد لا فيديو ينال اعجابكم ويلقاكم في احسن الاحوال، وشكرا لكم بزاف وبالصحه والراحه.